صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هو فريد من نوعه، لاننا بنلاعب نادي الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا الساعه 9 بالليل ان شاء الله على استاد الرعب. احنا محظوظين الحقيقه ان احنا بنشوف اللحظه التاريخيه دي، لكن للاسف الماتش هيكون بدون جمهورنا اللي هو يعتبر اللاعب رقم واحد مع الفريق ده. بندخل ماتش النهارده بعد موسم طويل وشاق جدا، كان في حاجات لاول مره بنشوفها في حياتنا كلها مش في الكوره بس، لكن عندنا كل ثقه في فرقتنا ان هي ان شاء الله ترجع بالكاس النهارده من استاد القاهره ونحتفل بيه ونكون موجودين ان شاء الله في كاس العالم للانديه السنه الجايه. الظروف الصعبه دي حصلت في 8 مواسم قبل كده قدرنا فيهم نكسب بطوله افريقيا ونحقق الرقم القياسي كاكتر فريق في القاره فوزا بالبطوله دي اللي هنلعب النهارده ان شاء الله على اللقب التاسع فيها. يلا بينا. البطولة الأولى حققناها سنة 82 بعد ما وصلنا نص نهائي 81 واعتذرنا عن استكمال البطولة حدادا على الرئيس الراحل أنور السادات، لكن بعد كده في 82 قدرنا نوصل المباراة النهائية قدام أشانتي كوتوكو الرهيب وقتها واللي كان بيسمى فريق الرعب في أفريقيا في التوقيت دوت. فريقنا قدر ان هو يكسب في القاهرة، ولما راح هناك مباراة العودة كان مفيش طيران مباشر لغانا، وده الحقيقة كان بيهدد المباراة ان هي تتأجل مرة تانية، لكن بقرار كده سيادي قدرنا نوصل لغانا بطيارة حربية ولعبنا الماتش اللي كان صعب جدا قدام فريق قوي، ويتعرض فريقنا لضغوطات كبيرة جدا منها ان هو كان بيترش على البوابات اللي داخلين منها حاجات، والفريق حتى ما قدرش يدخل اوضه اللبس وغير هدومه في الاتوبيس قبل ما يدخل الملعب، وحاجات كتير كانت مسببه مشاكل، والنتيجه طبيعيه للي حصل دوت. فريقنا استقبل هدف مبكر في بدايه المباراه، لكن قبل ما الماتش يخلص محمود الخطيب قدر يسجل هدف التعادل ورفعنا اول كاس من غانا، الكاس الغالي جدا اللي محمود الخطيب بعدها بسنه توج بجائزه احسن لاعب في افريقيا كاول لاعب مصري ينول الشرف الكبير ده. البطولة الثانية كانت سنة 87 اللي كانت صعبة جدا جدا، لأن أيقونة النادي والفريق كابتن محمود الخطيب قضى معظم البطولة دي وهو مصاب وعنده مشاكل كتير جدا بعد ما وصل وقتها ل 33 سنة، وكان الكلام ابتدى يكتر على إن خلاص محمود الخطيب مش هيقدر يكمل في الفترة اللي جاية. فريقنا قدر إن هو يكمل في البطولة، وفي نص النهائي كان عنده تحدي صعب جدا لما كان هيواجه أشانتي كوتوكو الرهيب برضه اللي عايز يعوض الخسارة في بطولة 82 في المباراة النهائية، وكمان كان كسبان الزمالك 5 في ربع النهائي وجاي يلاعب النادي الاهلي عشان يوصل للنهائي، لكن فريقنا قدر ان هو يعدي من اشانتي كوتوكو ويكسب البطوله من الهلال في النهائي، لكن بعدها بايام للاسف كابتن محمود الخطيب اعلن اعتزاله كره القدم نهائيا بعد ما اهدى النادي البطوله الثانيه في تاريخه. البطولة الثالثة بقى جت في 2001 بعد غياب طويل عن المشاركة اللي اعتذرنا بعض الوقت في التسعينات ان احنا نلعب في بطولة افريقيا، لكن البطولة دي الحقيقة كانت بعد موسم غريب وعجيب وشاق. بدأنا الموسم في فترة الاعداد بالفوز على ريال مدريد في استاد القاهرة بهدف تاريخي من توقيع صندي في مباراة القرن، وبعد كده في البطولة الافريقية كسبنا بترو اتلتيكو في دور المجموعات بره ملعبنا بنتيجة 3-1 في مباراة كبيرة جدا من فرقتنا، لكن للأسف خسرنا من نفس الفريق في القاهرة. جينا في نص النهائي بنلعب الترجي، ماتش كان كل الظروف ضد النادي الأهلي وخلص 0-0، والكورة ما كانتش الحقيقة عايزة تعدي خط المرمى، وناس كتير اتوقعت إن الأهلي خلاص مشواره انتهى. في مباراة الإياب الترجي اتقدم علينا بهدف ليؤكد الشكوك إن احنا ما نكونش أبطال أفريقيا، لكن قبل النهاية كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة دلوقتي سجل هدف من أجمل أهدافنا في البطولات الأفريقية وقدر يأهلنا للنهائي. خالد بيبو قدر إن هو يسجل 3 أهداف في المباراة النهائية وهاتريك قدام فريق صن داونز الجنوب أفريقي القوي وقتها، ونكسب البطولة الثالثة اللي كان هدفنا فيها خالد بيبو. بعد فترة قصيرة من التراجع بعد النجمة الثالثة في 2001 فريقنا رجع بجيل ذهبي ومرعب بقيادة مانويل جوزيه ومعاه لعيبة الحقيقة كانوا مميزين جدا. الفريق دوت برضه كان بيواجه ضغوطات من أول يوم في البطولة إنه مطالب يكسبها، وبالفعل فريقنا قدر يكسب البطولة بلا هزيمة كرقم قياسي لأول مرة بيحصل في تاريخ بطولات أفريقيا، وقدر يكسب البطولة ويكسب معاها الثلاثية في موسم تألق فيه محمد بركات، وكسبنا فيه الزمالك رايح جاي في نص النهائي في مباراتين تألق فيهم برضه بركات اللي تم اختياره في نهاية الموسم أفضل لاعب في قارة أفريقيا من بي بي سي. 2006 بقى دي بطولة محمد أبو تريكة،
البطولة دي الحقيقة كانت هتضيع مننا في النهائي لما تعادلنا مع الصفاقسي هنا في القاهرة 1-1، والفرقة كانت بتحتفل هناك وجماهيرها بأن الأهلي خلاص ما بقاش بطل أفريقيا ونزل عن عرش القارة السمراء الجيل الذهبي دوت والتاريخي دوت، لكن هم ما يعرفوش إن هم بيلعبوا النادي الأهلي. كان في دخلة من جماهير الأشقاء التوانسة، أبو تريكة رافع وبيسلم الكاس ليهم في إشارة إلى إن هم أبطال أفريقيا السنة دي وقدروا ياخدوا البطولة من حامل اللقب، لكن أبو تريكة اللي كان موجود في الدخلة نفسه رفض الكلام دوت وسجل هدف بلس 90 معتاد دي إن النادي الأهلي بيجيب بيه جول ولا أجمل ولا أروع ولا أحلى بوش رجله الخارجي. كل الناس ما كانش أي حد متوقع إن أبو تريكة يعمل الكرة دي برجل الشمال في التوقيت ده عشان نكسب بالبطولة ونتأهل لكاس العالم للأندية اللي حققنا فيه المركز الثالث، وأبو تريكة كمان كان هداف البطولة. فريق الأفضل في أفريقيا اللي كسب بطولة 2005 و2006 للأسف في نهائي 2007 اتعرض لظروف خارجة عن إرادتنا وخسرنا اللقب هنا في استاد القاهرة بظلم بين للجميع، لكن الفريق قدر يرجع تاني في 2008 ويوصل للمباراة النهائية ويلعب القطن الكاميروني ويرجع من هناك باللقب بعد ما تعادلنا هناك 2-2 وكنا كسبانين في القاهرة 2-0. في البطولة كان نجمها أمادو فلافيو اللي كان هداف النادي الأهلي في النسخة دي وقادنا لكأس العالم للأندية كعادتنا في الفترة دي. رجعنا مرة تانية في 2012، واحد من أسوأ وأصعب المواسم في تاريخ الكرة المصرية، طبعا كلنا عارفين شهدائنا كانوا في الموسم دوت، وفرقتنا تعرضت لصدمة نفسية وعصبية رهيبة جدا وكانت صدمة علينا جميعا، لكن الحقيقة لاعبتنا كانوا رجالة وقدروا يرجعوا باللقب من رادس اللي بنعتز بالملعب ده جدا بعد ما تعادلنا 1-1 في القاهرة مع الترجي، وناس كتيرة اتكلمت على ان خلاص النادي الأهلي فقد اللقب، لكن قدرنا نكسب هناك 2-1 بجولين من جده وليد سليمان. رجعنا السنة الثانية على التوالي في 2013 وكنا بنلعب برضو من غير جماهير وبنلعب في ظروف صعبة وبنلعب في دوري غير منتظم، وكمان لاعبتنا ابتدت تتراجع وتتقدم في السن في التوقيت دوت بعد ما قدموا مسيرة حافلة سيطروا فيها على كل البطولات الأفريقية في الفترة بتاعتهم. قدرنا ان احنا نحقق البطولة بعد ما فوزنا على أورلاندو، وفي البطولة دي اللي كان هدفها محمد أبو تريكة واللي ودع الجماهير على طريقته الشهيرة وكانت آخر بطولة ليه معانا وقدر إن هو يهديها لنا في موسمه الأخير مع النادي الأهلي. أنا متوقع كان الكف يسجل أول، يسجل الثاني أباسك إن شاء الله كمان؟ إن شاء الله. مين بقى اللي هجيب الأجوال؟ أقول أجاي يجيب الرابع؟ إن شاء الله. إن شاء الله، بس أجاي بيجيب التالت دايما. خلي الرابع النهارده. ممكن بقى يخفى اللعيبة، توفيق تعبنا، إن شاء الله أنا متوقع إن أنا هيكون عند أربعة كف قدام الزمالك. وتقول لحبيبك النهارده بيلعب نهائي؟ تقول له إيه النهارده؟ قبل الماتش. قبل الماتش أنا أبيع كلامك وأبيع فقط وتلعب كأس الدنيا وتكسب الكأس. إن شاء الله. إن شاء الله. ويلا يا أهلي. يا أنا النهاردة بنرجع تاني لنهائي دوري أبطال أفريقيا قدام الخصم اللي احنا بنحب نلعبه وبنحب نكسب منه بطولات. كل التوفيق لفرقتنا النهاردة بعد موسم شاق جدا وطويل جدا وكان فيه مشاكل كتير وأزمات كتير وحاجات أول مرة بنشوفها في حياتنا، لكن احنا عندنا ثقة في كل لعيبتنا الرجالة، وإن شاء الله أي 11 لعيب هيكونوا موجودين في الملعب النهاردة هيكونوا قد المهمة. احنا ما حبيناش نتكلم على أسامي، ما حبيناش نتكلم على غيابات، ما حبيناش نتكلم على موقف الفرقة وآخر أخبار الفريق، لكن عندنا ثقة في كل اللي هيلبس تيشيرت النادي الأهلي النهاردة ويكون موجود في الملعب. ويلا يا أهلي.